للمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلي أستاذ خالد دودين محافظ الخليل في الأراضي الفلسطينية. يعني بداية أتحدث سيدي معك عن الانتهاكات الإسرائيلية التي رصدتها طوال الفترة الأخيرة في محافظة الخليل، وهي المحافظة التي تتولى فيها السلطة. صباح الخير لكم جميعا، صباح الخير لأهلنا في مصر العزيزة. صحيح، يعني ما تم الحديث به، الضفة الغربية تتعرض لأسوأ موجة استيطان وإجرام منذ 4 حزيران 1967. محافظة الخليل جزء من هذا الاعتداء وهذا الإجرام. قبل عدة أيام هناك قرية في جنوب محافظة الخليل مكونة من 20 منزل، تم هدم 10 منازل في ليلة واحدة، واعتدى المستوطنين حتى على الخيام التي يعني كانت بديلا لهذه البيوت. ما يتم في الضفة الغربية وما يتم في محافظة الخليل هو سباق مع الزمن لهذه الحكومة الإجرامية، هذه الحكومة الفاشية التي يقودها 2 من غلاة الاستيطان في الضفة الغربية، بن كفير الذي يسكن في مستوطنة في قلب مدينة الخليل، وسموتريتش الذي يسكن في مستوطنة بمحاذاة مدينة رام الله. يعني قبل 10 أيام صدر قرار يعني بتحويل كافة الملفات التي لها علاقة بالضفة الغربية إلى هؤلاء المجرمين، ملف الأمن وملف البناء وملف الزراعة. وبالتالي يعني اليوم من يتحكم في كل مجريات الأمور في الضفة الغربية هم المستوطنين، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يقف حارساً على ممارسات هؤلاء المستوطنين. احنا في مدينة الخليل في المنطقة المغلقة يوجد لدينا 1700 عائلة فلسطينية معتقلة منذ 7 أكتوبر، وهو اعتقال بكل معنى الكلمة، حارات مغلقة لا يمكنهم الخروج أو الدخول، يمنع عليهم العمل ويمنع عليهم التعليم ويمنع عليهم حتى العلاج. وكل يوم يعني هناك جرائم تتم في هذه المناطق. وطبعا يعني الاحتلال الإسرائيلي يستغل يعني نظر العالم بشكل أكثر تركيزا إلى قطاع غزة، ويستغل ذلك من أجل يعني استنفاذ كافة مخططاته في الاستيلاء على الأراضي من والهدم المباني وسرقة مقدرات المياه الفلسطينيين حتى في الضفة الغربية. وبالتالي يعني محافظة الخليل جزء من الحالة الفلسطينية العامة في الضفة الغربية. لا يوجد لدينا بوابة مفتوحة، هناك إغلاقات بشكل تام. يعني احنا لدينا 3 ملفات ساخنة في محافظة الخليل، ملف التعليم والملف الصحي وملف الاقتصاد. هذه الملفات هي على حافة الانهيار بسبب إجراءات الاحتلال، بسبب العقوبات الجماعية التي يعاقب الفلسطيني فقط. نعم. لأنه فلسطيني. وبالتالي يعني ما نواجهه هو يعني إجراءات عصابات وهمجية عصابات بشكل يومي، وكل ليلة يتم الاعتداء على أهلنا في مسافة ريطة. يعني هذه المنطقة مساحتها تقريبا 96,000 دلم، وهي متنفس تاريخي لمحافظة الخليل. كل يعني هذا يجري تحت أعين ونظر العالم، ولا يوجد يعني أي مؤسسة دولية أو منظومة دولية تحاول وقف هذه الاعتداءات. نحن نشرح بشكل يومي ما يجري لدينا في محافظة الخليل وفي كافة أنحاء الضفة الغربية لكافة المؤسسات الدولية ولكافة القناصل والسفراء الموجودين، ولكن يبدو أن هذه الحكومة وهذه العصابات يعني لا يتورعوا ولا يترددوا فيما ذكرت، أنهم في سباق مع الزمن وفي سباق على أرضية أنه ممكن أن تنهار هذه الحكومة في أي لحظة، ويريدون فرض أمر واقع
كامل متكامل على كافة أنحاء الضفة الغربية. سيد دودين، وأنت محافظ للخليل، كيف شكل التعاون والدعم المتبادل بينك وبين السلطة لديك؟ يعني هو تعاون كامل، تعاون منظم. يعني احنا يوجد لدينا منظومة لها علاقة بالحكومة الفلسطينية والمنظومة الأمنية. نحن نحاول بكافة الأشكال وبكافة الطرق حماية أهلنا وحماية ويعني الإبقاء على صمودهم في هذه المناطق، لأنه يعني الهجمة كبيرة ونحن بحاجة إلى تمتين وتدعيم الجبهة الداخلية الفلسطينية من أجل مواجهة هذا الإجرام. في محافظة الخليل يعني هناك منظومة لها علاقة بالقطاع الأمني ولها علاقة بالقطاع الحكومي ولها علاقة بالقطاع الخاص الفلسطيني أيضا. يعني نريد أن ندعم وصمود أهلنا، لأنه هناك فلسطينيين موجودين في مناطق لا توجد لديهم أدنى مقومات الحياة. يتم الاعتداء عليهم على مدار الساعة، يتم الاستيلاء على أغنامهم ومزروعاتهم وبيوتهم يتم حرقها، وبالتالي يعني العلاقة متكاملة مع الحكومة الفلسطينية، العلاقة متكاملة مع القيادة السياسية الفلسطينية. نحن قبل أيام كان هناك زيارة رائعة للسفير المصري لمحافظة الخليل، واطلع بشكل كامل ميدانيا على كل ما يجري ويقوم به الاحتلال في محافظة الخليل بشكل كامل. نحن على تواصل يعني مع كافة الأطراف الدولية من أجل وقف، ومن أجل يعني وقف هذا النزيف الإجرامي الذي يمارس على أهلنا، وخاصة يعني في مناطق نائية، خاصة في مناطق يمنع الأمن الفلسطيني من الوصول إليها. ويعني الوضع في الضفة الغربية الوضع ليس بخير، كم يعني هناك هجمة، هو كما موجود في قطاع غزة، لا تمييز بين فلسطيني وفلسطيني آخر على أرضية الموقع الجغرافي المستهدف، كل الشعب الفلسطيني المستهدف، المشروع الوطني الفلسطيني المستهدف، إزالة أي أمل بإقامة دولة فلسطينية على أرض الضفة الغربية في 7 من حزيران وقطاع غزة. سيد دودين، يعني كيف تتعامل المحافظة في ظل الانتهاكات المستمرة والمنتشرة من الاحتلال بما يخص الرعاية للأماكن المقدسة بمحافظة الخليل؟ يعني بالأمس قام الاحتلال بسقف فتحة موجودة في الحرم الإبراهيمي منذ الأزل، يعني منذ إنشاء الحرم قبل 3000 عام. وهذه التهوية يعني لم تكن موجودة عبثا، وكان يعني هناك موقف رائع من قبل أهلنا في محافظة الخليل وكل المؤسسات الرسمية والمؤسسات الأهلية، وكان يعني هناك ضغط في كافة الأبعاد، واليوم الحمد لله تم إزالة هذا الاعتداء. نعم، لأنه لدينا رسالة بأن يبقى الحرم الإبراهيمي هو حرم فلسطيني عربي إسلامي بكافة معالمه، وخاصة يعني أن هذا الحرم هو مسجل كقيمة تراثية عالية لدى اليونسكو، ويعني حتى أماكن العبادة لا تسلم من الاعتداءات. كل المقدسات اليوم هي مكشوفة الظهر، الحرم الإبراهيمي والمسجد الأقصى، وأنتم تشاهدون الاعتداءات اليومية على هذه المقدسات. ولكن يعني نحن لنا دور تاريخي بحكم وجودنا، رسالتنا بحكم أننا خلقنا فلسطينيين، وهذا يتطلب منا أن نحمي هذه الرسالة ونحمي هذه المقدسات. ما هدف لأن المستوطنين وقوات الاحتلال بشأن هذا التسقيف الذي أحبطتموه؟
لم أسمع السؤال. سؤالي لك، ما هو كان هدف المستوطنين وقوات الاحتلال بشأن التسقيف للحرم الإبراهيمي الذي أحبطتموه أنتم في يعني الخليل؟ هو يعني لا يوجد هدف سوى يعني إعلان السيطرة وإعلان القدرة على تغيير معالم الحرم. هناك يعني محاولات كثيرة ومستمرة، يعني بشكل يومي يمنع أداء الأذان في الحرم الإبراهيمي، هناك تفتيش لكل المواطنين الذين يحاولون الدخول للصلاة في الحرم. لا يوجد منطقة في العالم تخضع للتفتيش الشخصي من أجل أن تمارس عبادة داخل مسجد أو مكان للعبادة. يعني الهدف هو إبعاد المواطنين الفلسطينيين عن الحرم الإبراهيمي، هو من أجل خلق حالة انفصال بين المواطن وهذا المسجد. ولكن يعني الحمد لله كلما زاد الضغط وكلما زاد العقوبات على المواطنين، هم يعني هذا يستنفرهم باتجاه يعني التواجد الدائم في الحرم الإبراهيمي، الصلاة الدائمة، المرابطة الدائمة، الزيارة الدائمة من أبناء محافظة الخليل وأبناء المحافظات الأخرى وأهلنا في الداخل المحتل، وأيضا يعني مناطق عربية وإسلامية يأتون بشكل دائم، والهدف من ذلك هو المحافظة على عروبة وإسلامية وقدسية الحرم الإبراهيمي، الذي هو أصلا مدينة الخليل وجدت بنيت على هذا الحرم، وهو بالأساس هو جوهرة الخليل، وبالأساس يعني هو مقر سيدنا إبراهيم عليه السلام. وبالتالي يعني هناك وازع ديني ووطني لكل أبناء المحافظة في الحفاظ على هذه الرمزية ووجودها تحت السيادة الفلسطينية إن شاء الله. نعم، محافظ الخليل أستاذ خالد دودين، كنت معي على الهواء مباشرة على القاهرة الإخبارية، أشكر لك جزيل الشكر.